مطلب الأساتذة المتعاقدين مطلب اجتماعي بحت، وننفي كل ما قيل في أن هذا حراك سياسي وليس حراك لمطلب اجتماعي. يوم الأحد المقبل إن شاء الله ستكون حركة احتجاجية في مختلف أنحاء الوطن، أين سنقوم بالالتقاء مرة ثانية في ولاية بومرداس ليوم الاثنين لمواصلة مسيرتنا السلمية من بومرداس إلى الجزائر في اليوم الثاني للقائنا.